إشادة دولية في أوساط الأمم المتحدة بالجهود الإنسانية التي بذلها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن. جاء ذلك في الندوة التي عقدها مركز الملك سلمان حول وضع الأطفال المجندين وإعادة تأهيلهم على هامش مجلس حقوق الإنسان في جنيف، المنعقد في دورته 36، مما شكل صدى إيجابيا للدور الذي يقوم به المركز في اليمن. نحن قدمنا في هذا المجلس عرضا مختصرا عن جهود المملكة العربية السعودية في 40 بلد، وبتكلفة إجمالية حوالي 1 بليون دولار إلى الآن، وركزنا على المشاريع في اليمن الشقيق، خاصة تلك المشاريع التي تخدم الفئة الأكثر ضعفا وهي النساء والأطفال. وقدمنا مشروعا حقيقة يعتبر مشروع رائد في مجال إعادة تأهيل الأطفال المجندين في الحرب التي تجندهم ميليشيا الحوثيين والإنقلابيين، وأرينا المجتمع الدولي مدى حرص المملكة العربية السعودية على الإنسان عموما في العالم، والوقوف في جانب المحتاجين، وخصوصا في جانب الفئة الأكثر ضعفا وهي الأطفال والنساء في اليمن. أمن الخبراء المشاركون في الندوة على ضرورة محاسبة كل من يعترض وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في جميع المناطق، مؤكدين أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يعد المنظمة الإغاثية الوحيدة التي استطاعت الدخول بمساعدات إنسانية إلى المحافظات اليمنية، ودعوا المجتمع الدولي إلى دعم العمل الإنساني باليمن ومحاسبة انتهاكات الميليشيات الإنقلابية التي تعيق كل الجهود الإغاثية والإنسانية. اليوم نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ندوة حول الوضع في اليمن، وتحديدا وضع الأطفال المجندين وإعادة تأهيلهم. كما نعلم الميليشيا الحوثية تستعمل الأطفال في الحروب، وهذا محرم دوليا، ولذلك حرص المركز على إلقاء الضوء على الجهود اللي يبذلها في إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال الذين تم تجنيدهم ودمجهم في المجتمع مرة أخرى. الجهود الإنسانية التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة ساهمت في تحسين الوضع الإنساني في اليمن، لا سيما الجهود القوية من أجل القضاء على مرض الكوليرا. هذه الجهود وجدت استحسانا أمميا ودوليا. الجهود الإنسانية التي بذلها مركز الملك سلمان في اليمن لها ردود إيجابية دولية انعكست في مداولات مجلس حقوق الإنسان. طه يوسف حسن، تلفزيون المملكة العربية السعودية، مجلس حقوق الإنسان، جنيف.